النائب مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب قال أن هناك محاولات برلمانية لعقد اجتماع يجمع شيوخ القضاء ومجلس النواب لرأب الصدع فيما يخص قانون السلطة القضائية، وتابع: تواصلت مع مقدم مشروع القانون وليس لديه مانع من اللقاء، خاصة أن المجلس حريص على عدم حدوث أزمة تخص القضاء. فيما جدد نادي القضاء في بيان رفضه للقانون، وقال أن القضاء يلتزمون الحكم في إدارة الأزمة، لكنهم قادرون بعون الله وبالحق على الدفاع عن استقلال القضاء. سيادة العميد، هل برأيك هذه الأزمة يخرج منها في النهاية مجلس النواب باعتذار للقضاء؟ يمكن أنا حذرت من تصاعد الأزمة في برنامج مصر اليوم، نشرة مصر اليوم، لأن موضوع صدام السلطات ده موضوع حرج جدا، وما ينفعش أبدا. احنا بنكن كل الاحترام للسلطة القضائية والتشريعية بالبرلمان، مجلس النواب اللي اختاره الشعب وبيعبر عن الشعب. يعني في حاجة اسمها فقه الأسبقيات، يعني لابد ان اللي ياخد قرار يبص حواليه ويشوف الظرف اللي احنا فيه. وانا مش عايز اقول قد ايه تم استغلال هذا الخلاف في الاعلام المعادي لمصر، يعني تم استغلاله استغلال غير طبيعي، وخاصة انهم ليهم موقف مع القضاء ومع مجلس النواب. فالحكمة مطلوبة في هذا الوقت، وسرعة احتواء الأمور مطلوب في هذا الوقت. قضية هو اللي بيعتذر ما بيعتذرش شخصي، يعني هو بيتكلم في سلطات بتتصالح مع بعض لصالح هذا الوطن. ما ينفعش ان احنا يبقى في صدام، وان تكون السلطة التنفيذية وعلى رأسها طبعا رئيس الجمهورية وعلى رأس السلطات كلها تكون في الموقف ده في موقف محرج، ان تتغول سلطة على أخرى. وخاصة وقلتها، الدستور بيتيح لكل حتى النقابات المهنية أن يكون لها رأي في القوانين اللي بتشرع بالنسبة لها، ما بالك بالقضاء؟ وما بالك أن مجلس الدولة حكم يعني بأن المواد دي يعني غير قانونية، وهي والعدم سواء، حتى لا نصل لمرحلة أن يكون هناك صدام دستوري ما بين سلطات هامة جدا في الدولة.